أراد بعض الناس أن يسافر مثلا أو يتزوج، هنا إنسان حاسك إن سفرك بك أو حاسك بزوجة، ماذا يصنع؟ يتشبك، يأخذ النقود دينا باركي هاهل ده و قرشك يرمي بها أو قرشي هل ده دوجة. وقعت على هذا الاتجاه بكما سروي جيهاتي مضى في النكاح دوجة أز نازوجة. وقعت على الاتجاه الآخر بكما سر جهتك أدني يرجع ولا يتزوج دوجة أزي بزوج. هذا من أعمال الجاهلية. أما عمل الجاهلية هذا من الشرك. أما الشرك لا يمكن أن المسلم يتعاطى هذه الأشياء. مسلمان قريت اشتهاء إنانك أو يأخذ وردة مثلا ياشتناك بريكك هذا ويبدأ يقطف منها أتزوج لا أتزوج أتزوج لا أتزوج هذا تناك بريكك هذا بعد كي يتثاقين أدقاتين هذا بجازي بزوج من أزوج من بزوج من أزوج ساركي جان حتى يعلم الصغار هذا سواجي أم قريب أن تستظر تشوك إنابك هذا كل من الشرك من أعمال الجاهلية. أما تشت الشركة بعمل جاهلية ماذا أصنع إذا أريد السفر أو النكاح؟ أزقري تشبك موقت إذا غازم بزوج ميادة غازم سفرك يبكم أدعو الله أستخير أصلي ركعتين أزي استخارة بخوني أزي دركات ميش بكم أزي برب علم ردعا بكم أطلب من الله سبحانه وتعالى أزي برب علم بغازم إعطائي كل الخير ودفع عني كل الشر أزي برب علم بغازم كيس سوا شوف خيرها أيوم ربدا ما تشوف يسيش دين سهر مدى ويوم جدودك لا علاقة لهذه الطيور أو هذه النقود أو هذه الأرقام أو الورد علاقة فان تشتا تنا يعني جبيكا إنابكي كليكا إنابكي قرشا إنابكي أو نترى فايدة نادر فايدة جرب علمية